السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريك طريقة لتقوم بفرمطة حاسوبك وتنصيب ويندوز 10، أو تقوم بتنزيل ويندوز 10 بصيغة أيزو، أو تقوم بتنزيل ويندوز 10 أو ترقية حاسوبك إلى ويندوز 10 مباشرة. كل هذا ستشاهده في هذه الحلقة بإذن الله. بالدخول الى هذا الرابط الذي سوف تجده اسفل الفيديو، تنزل هنا الى الاسفل وتختار داونلود تول ناو، يعني تنزيل الاداء الذي تقوم بترقية حاسوبك الى ويندوز 10. تختار سواء كان حاسوبك 32 بت او 64 بت، يعني تختار على حسب نوع حاسوبك. اذا انا ساختار 64 بت واضغط على داونلود ليتم تحميل الاداء. بعد ذلك سيتم تنزيل هذه الاداء، تقوم بفتحها بصلاحيات المدير، طبعا run as administrator، تضغط قليلا حتى يتم فتح الأداة. إذا بعد فتح الأداة هنا الخيار الأول Upgrade this PC now، يعني ترقية حاسوبك الآن مع احتفاظ بملفاتك ومجلداتك، يعني جميع الملفات التي ستحتاجها ستظل في الحاسوب مع الترقية مباشرة، ولكن سيتم مسح جميع البرامج. هنا من هذا الخيار يعني ستقوم بإنشاء ملف للفرمطة، يعني تقوم بإنشاء ملف ايزو تستطيع حرقه بعد ذلك على سي دي او دي في دي او يو اس بي فلاش. تستطيع ايضا حرقه مباشره من هذه الاداه على يو اس بي فلاش. اذا تضغط هذا الخيار وتختار نيكس. اذا كنت تريد يعني ترقيه مباشره يمكنك اختيار هذا الخيار يعني دون احتياج الى ملف ايزو، ولكن انصحك بالقيام بهذه العمليه او اختيار هذا الخيار، لانه سيتم حفظ ملف الايزو لديك، ويمكنك يعني اهدائه لصديق، اعطائه لشخص اخر، رفعه على الانترنت ربما اذا كنت صاحب مدونه او صاحب موقع. يعني انصحك باستخدام هذا الخيار. بعد ذلك تضغط على نيكست. الان هنا تختار اللغه التي تريدها ان تتوفر في هذا الحاسوب او النظام القادم الذي ستقوم بتنصيبه. اذا اختار العربيه، اذا اردت ذلك يمكنك ايضا اختيار الانجليزيه او الفرنسيه او اي لغه تريدها. الان هنا تختار الاصدار الذي تريده في حاسوبك. انصحك باختيار ويندوز 10 بروفيشنال. هنا تختار نوع حاسوبك 32 بت او 64 بت، اختار 64 بت، ثم بعد ذلك اضغط على نيكست. هنا كما قلت لك تستطيع حرق النسخة مباشرة على يو اس بي، يعني ان هذا اليو اس بي يصبح بداخله ويندوز 10 وتقوم بالفرمطة باستخدامه، او انشاء ملف ايزو. هذا الملف يمكنك كما قلت لك استعماله في اي شيء، رفعه، نقله، اهدائه، حرقه على اي يو اس بي سي دي، اي شيء تريده. الان تضغط على نيكست. تختار المكان الذي تريده ان يتم حرقه في هذا الحاسوب. انصحك باختيار سطح المكتب والضغط على سيف. إذن هكذا الآن تنتظر حتى يصل 100%، بعد ذلك سيعيد يعني التأكد من التنزيل ويصل حتى 100% وينتهي. أنا سأقوم بإلغاء العملية لأنني قمت بتنزيل الملف قبل قليل. طبعا بعد الانتهاء من العملية سيتم إنشاء هذا الملف الذي تراه أمامك windows.iso. الآن يمكنك حرقه على سي دي أو دي في دي، يعني شيء سهل جدا، أو يمكنك أيضا حرقه على يو اس بي فلاش. يجب أن يكون اليو اس بي أو الفلاش أكبر من 4 جيجا بايت ويكون يعني فارغ. يمكنك أيضا استخدام برنامج جولتر ايزو، برنامج رائع للغاية. إذا نقوم بفتحه بصلاحيات المدير هكذا كما ترى، هذه هي واجهة البرنامج. الآن أضغط على فايل، أختار أوبن، أنتقل إلى سطح المكتب واختار الويندوز، يعني الملف الذي قمنا بإنشائه. بعد ذلك تنتقل إلى قابلية الإقلاع وتختار الخيار كتابة تصوير قرص. بعد ذلك تنبثق لك هذه النافذة كما ترى. قمت يعني بتركيب اليو اس بي، لدي هنا ميوليتي كارد يعني بطاقة ذاكرة، وكذلك اليو اس بي فلاش ميموري. اختار اليو اس بي فلاش ميموري، وقبل الضغط على كتابة او القيام بالعملية ستذهب الى جهاز الكمبيوتر او الكمبيوتر وتقوم بفرمطة اليو اس بي حتى تكتمل العملية بنجاح. اذا نقوم بالضغط على ستارت، اوكي، حتى يتم الفرمطة. كما ترى الآن الفلاش فارغ، أستطيع الكتابة بنجاح وعمل حرق النسخة على الفلاش. إذن أضغط على كتابة.
اذا اضغط على يس وتنتظر حتى تنتهي العملية. كما ترى هنا بدأ الحرق على هذا الفلاش، كما ترى مشاهدي الكريم، تنتظر حتى تكتمل العملية ويتم حرق النسخة على الفلاش بنجاح. اذا اوشك على الانتهاء من الحرق على الفلاش، تم الحرق بنجاح كما ترى هنا. الآن تضغط فقط على رجوع وتقوم بإغلاق البرنامج وإغلاق كل شيء، وتقوم بإعادة تشغيل الحاسوب، لأن الفلاش الآن أصبح مثبت عليه الويندوز كما ترى هنا. إذا دخل الآن وعند القيام بعملية إعادة التشغيل ستدخل في وضع الإقلاع، يعني بالضغط على F12 إذا كان حاسوبك مثل حاسوبي، يعني أغلب الحواسيب تقوم بالضغط على F12، وإذا كانت يعني حواسيب أخرى F9 على حسب نوع حاسوبك، يعني ابحث عنه إذا لم تنجح معك F9 أو F12. إذا الآن ننتظره حتى يقوم بإعادة التشغيل. الآن أضغط على F12، أقوم بإدخال الباسورد للبيوس كما ترى. الآن أختار الإقلاع من USB Storage Device كما ترى أمامك. إذا كنت قمت بحرق الويندوز على CD تختار هذا الخيار، ولكن أنا سأختار USB وأضغط على Enter. إذا مشاهدي الكريم، بعد الإقلاع من خلال USB ستختار اللغة المراد تثبيتها، إذا كما ترى أمامك العربية، لأنني اخترت عند القيام بإنشاء نسخة الأيزو العربية ستظهر النسخة باللغة العربية. تنسيق الوقت والعملة، ستختار البلد التي أنت متواجد فيه، على سبيل المثال العربية ليبيا هنا كما ترى أمامك. إذا هكذا، وفي لوحة المفاتيح وأسلوب الإدخال لا تلمسه، اتركه كما هو وأضغط على التالي، ثم بعد ذلك ستضغط على التثبيت. الآن إذا كما ترى ستيوب إز ستارتينج، تنتظر قليلا. الآن هنا يظهر لك إدخال مفتاح التنشيط، لا تكترث له إذا كان يعني لا تقوم بإدخال السيريال، اضغط فقط على تخطي وبعد ذلك ستجد العديد من الطرق لتفعيل النسخة. لا تكترث لهذه العملية، فقط اضغط هنا على تخطي. هنا تختار على أوافق على شروط الترخيص وأضغط على التالي. ما هو نوع التثبيت الذي تريد؟ تثبيت الويندوز والاحتفاظ بالملفات والإعدادات والتطبيقات، يعني ملفاتك ستبقى كما هي وكل ملفاتك. أنا سأختار تثبيت ويندوز فقط، يعني متقدم لا أريد الاحتفاظ بملفاتي، فقد أخذت نسخة من الملفات التي أريدها والباقي سأقوم بمسحه. إذا أختار الخيار الثاني. الآن هنا تظهر لي الأقراص الموجودة في حاسوبي، إذا سأقوم بفرمطتها كلها، أضغط على تهيئة. إذا كل الأقراص سأقوم بالضغط تهيئة لها حتى يعني تقوم أو تفرمط هكذا. الآن قمت بفرمطة جميع الأقراص الصلبة. ستختار هنا يعني إذا كان لديك العديد من الأقراص، ستحتار ما هو النوع أو ما هو القرص الذي يثبت عليه الويندوز. ببساطة سأقول لك القرص المحلي سي. لمعرفة القرص المحلي سي أو القرص المناسب، ستذهب هنا إلى النوع وترى هنا كلمة أساسي. إذا رأيت كلمة أساسي هنا، تقوم بتحديد هذا القرص والضغط على التالي أو على نيكست. الآن سيتم تثبيت الويندوز، تجهيز ملفات لعملية تثبيت تنتهي، حتى يعني تصبر حتى تنتهي هذه العملية، وأرجع إليكم بعد قليل. إذا أوشك على الانتهاء كما ترى أمامك. الآن سيقوم الويندوز بإعادة تشغيل الحاسوب. طبعا الطريقة سهلة، ولكن في مدونة العالم الافتراضي جميع الشروحات تكون لجميع الفئات، للمبتدئين وكذلك للمحترفين، لا نعطي لي يعني فئة دون فئة، جميع الفئات يجب القيام أو عمل شروحات لها. إذا تنتظر قليلا، يتم الآن إعادة تشغيل حاسوبك. الآن تظهر لنا عبارة Getting Device Ready 6%.
الآن هذه العملية يعني تحدث بعد إعادة تشغيل الحاسوب، يجب عليك فقط الانتظار والجلوس و يعني الانتظار قليلا 10%. إذا تتم إعادة تشغيل الحاسوب للمرة الثانية بعد انتهاء الـ Getting Ready واكتمال تحميل يعني الوصول إلى 100%، الآن يعني أظن أنها الخطوات الأخيرة حتى اكتمال تنصيب النظام الجديد، المنتظر قليلا. إذا كما ترى مشاهدي الكريم، بعد اكتمال إعادة تشغيل الحاسوب للمرة الثانية، في البداية صدر لك حان وقت إدخال مفتاح المنتج. كما قلت لك، لا تكترث لهذه الخطوة كما في السابق، لأنه يعني ستحصل على كراكات أو تفعيلات، يعني هذه خطوة غير مهمة. تضغط فقط على افعل هذا لاحقا هنا بالأسفل كما ترى أمامك. الآن سيطلب منك يعني التوصيل بشبكة واي فاي لإنهاء يعني إعداد هذا الجهاز. ستختار شبكة الواي فاي التي لديك أو يعني حتى من الكيبل. إذا أقوم بإدخال كلمة السر والضغط على إنتر. الآن يقوم بالتحقق كما ترى تغيير هذه الإعدادات في أي وقت. حدد استخدام يعني اسمح لبعض يعني البنود. اضغط فقط على استخدام الإعدادات السريعة. لحظة فقط. إذا هنا يعني بوادر ويندوز 10 بدأت تظهر إلينا. لحظة فقط، يعني كلمة جديدة وواجهة جديدة. يعني أظن أن اللون بالأزرق إذا كان واضح لديكم هكذا. إذا ننظره حتى يقوم بالتفعيل كما ترى هنا. مرحبا، أهلا بك يا ويندوز 10، نقوم بإعداد بعض العناصر حاليا. خذ وقتك، خذ كامل وقتك يا ويندوز 10. إذا كما ترى مشاهدي الكريم، الآن يقول لي الحصول على تحديدات هامة، الرجاء عدم إيقاف تشغيل الكمبيوتر. إذا لا توجد مشكلة، قم بالحصول على تحديدات، لا توجد أي مشكلة. إذا يقول لي قد يستغرق ذلك بعض الوقت، لا تفعل أي شيء، فقط انتظر تثبيت التحديثات. الآن سنخبرك عندما نكون مستعدين. ما زال العمل مستمرا، سنعود خلال لحظات. لحظة واحدة مرة أخرى. إذا الآن تظهر لي نافذة يخبرني من يملك هذا الكمبيوتر الشخصي. يعد هذا الاختيار مهما، وليس من السهل تغييره لاحقا. إذا كان هذا الجهاز يخص مؤسستك، فإن تسجيل الدخول باستخدام ذلك المعرف سيمنحك حق الوصول إلى مواردهم. إذا أضغط على أنا أملكه، لا مؤسسة لا أي شيء، أضغط على أنا أملكه ثم تضغط على التالي. لحظة فقط. الآن يعمل حساب يعني مايكرو سوفت. إذا لا أريد إدخال حساب مايكروسوفت الخاص بي، سأضغط على تخطي هذه الخطوة. إذا كنت تريد يمكنك إدخاله من هنا وبعد ذلك إدخال كلمة السر من هنا، ولكن أنا سأتخطاه. أضغط فقط على تخطي هذه الخطوة. الآن إنشاء حساب لهذا الكمبيوتر. إذا كنت تريد استخدام كلمة مرور، فاختر كلمة مرور يسهل عليك تذكرها. إذا سأقوم بإدخال اسم الحاسوب. الآن إذا كنت تريد كتابة كلمة سر، فإن كنت كتبتها فأنا لن أضع كلمة سر. أضغط فقط على التالي بعد كتابة الاسم. الآن يظهر لي لحظة فقط، وبعد ذلك لحظة واحدة. تم الانتهاء من التحديثات. سنقوم الآن بإعداد تطبيقاتك. إذا لحظات ويتم انبطاق سطح المكتب و ويندوز 10، لن يستغرق هذا وقتا طويلا. إذا ننتظر حتى يقوم بإعداد التطبيقات. نعد بعض العناصر حاليا. إذا عدوا. إذا فلنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي
يا سلام على ويندوز 10. إذا هذه واجهة الويندوز 10. كثير والكثير من التغييرات، يعني أول مرة أستخدمه أنا معكم هنا، لم أستخدمه في السابق. طبعا الشاشة هنا تحتاج إلى بعض التعريفات، لا زالت تحتاج. إذا لنجرب زر ستارت. هذه هي قائمة ابدأ بدأ الاستخدام، متصفح ايج. اين متصفح ايج الان؟ يعني شفته. اذا هذا هو مايكروسوفت ايج، سطح المكتب. نعم جيد جيد رائع، لا بأس به. لنرى شكل النوافذ. طبعا تحتاج يعني لا تشاهد هكذا الشكل وتعتقد انه فقط شاشة هكذا، ف الحاسوب يحتاج إلى بعض التعريفات الآن، ولكن لا بأس به مبدئيا هكذا. فقائمة ابدأ رائعة والشكل يعني رائع للغاية، أنا أعجبني صراحة، لا توجد به أي مشاكل. إذا كان هذا هو شرح تنصيب ويندوز 10 على حاسوبك، أتمنى أن يكون قد نال إعجابك. رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب، ولا تبخل علي كذلك ب الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة. كان شرح يعني مفصل لكافة الفئات، المحترفين وكذلك المبتدئين. لم يبقى لي سوى أن أودعكم، لنا لقاء آخر في حلقة قادمة، لا تنسوا متابعتي. إلى اللقاء.